طيب أنا عايز أسأل حضرتك سؤال عزيزي المواطن وأسألك عزيزتي المواطنة، أنتوا ركزتوا في التقرير؟ طيب اللي ركز في التقرير خد باله من الأرقام اللي اتقالت؟ طيب أنهي أرقام تحديدا حجم الاستثمارات اللي ذكرت في هذا التقرير؟ 13 مليار دولار إجمالي الاستثمارات اللي ذكرت في التقرير، مش بتكلم في مصر، اللي ذكرت في هذا التقرير 13 مليار دولار في الطاقة الخضراء والطاقة المتجددة. السؤال أنتوا أو السؤال اللي بعده، لاحظتوا أن كلها استثمارات مشتركة ما بيننا وما بين الأجانب؟ طيب ده معناه أنه الأجانب جايين يحطوا 13 مليار دولار كده؟ ده استثمار. طيب ناخد معانا على تليفون مهندس أشرف نصير استشاري الطاقة الجديدة والمتجددة. أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذ. إزاي الصحة؟ كله تمام؟ الحمد لله. سؤال عادي يسأله المواطن العادي اللي زي حالتي، هو الجماعة النرويجيين جايين ليه؟ ويا ترى مستقبل التعاون في هذا الشكل من إنتاج الطاقة تحديدا الطاقة الجديدة والمتجددة الطاقة الخضراء هيبقى عامل إزاي؟ كل المستثمرين الأجانب جايين وعارفين إن مصر هي دلوقتي هي مركز ومحور إقليمي للطاقة، واللي بيحصل في أوروبا حاليا إنه هي عايزة تعمل توازن في مصادر الطاقة عندها، خصوصا في الفترة اللي جاية عشان ما يتكررش اللي حصل عندها بعد كده. هي عرفت دلوقتي إن ميزان القوة هو ميزان الطاقة، عشان كده لجأت لمصر، لأن مصر بالبنية التحتية اللي اتعملت خلال السنين اللي فاتت حان الوقت حاليا ان احنا نستفيد من هذه التطوير، من هذا التطوير المتميز للبنيه التحتيه المصريه بمختلف القطاعات، اللي هو هيمهد انطلاق صناعات واستثمارات خاصه في مجالات الطاقه المتجدده والطاقه الخضراء. واحب اقول لحضرتك ان احنا دلوقتي اصبحت مصر زي ما حضرتك تفضلت في المقدمه انها اصبحت اول دوله افريقيه هتنتج الهيدروجين الاخضر، وده من خلال شركة كاتك اللي هي قابلها الرئيس، قابل الرئيس السيسي النهاردة الرئيس التنفيذي بتاعها. طيب ولاحظت انا انه في حتى اتقال في التقرير انه المرحله الاولى بدات بالفعل في انتاج الهيدروجين الاخضر، ده هيخليني انتقل للجزء الثاني من السؤال، مستقبل الاستثمار في الطاقه المتجدده والخضراء في مصر شكله عامل ازاي؟ يصل بينا الى فين؟ بص حضرتك، الاستثمار في الطاقه الخضراء والطاقه الهيدروجين الاخضر حاليا في مصر مش مع الكاتك بس، لا مع شركات كتير جدا جدا جدا، وهيكون باكوره التعاون ده مع شركه سيمنز، مع شركه شنايدر، مع شركات العملاقه اللي موجوده في هذا المجال. واحب اتكلم النهارده برضو على مذكره التفاهم اللي حصلت عشان تصدير الطاقه المتجدده لاوروبا، اللي هو مشروع خط الربط البحري. أيوة. انا شايف النهارده المذكره التفاهم دي نقله نوعيه في مذكرات التفاهم اللي احنا بنوقعها مع الشركاء الاجانب، نقله نوعيه انها مختلفه تماما عن مذكرات التفاهم اللي احنا كنا شفناها قبل كده. المذكره اللي اتعملت النهارده والرئيس قابل بعدها شركه كاتك هي لانتاج خط ربط بحري مقدار 3 ميجا، وايضا الجانب النرويجي هو اللي هيقوم التعامل مع الجانب الايطالي للشبكه الايطاليه، لان احنا هتكون خط الربط ده مع ايطاليا، وايضا الجانب النرويجي هو اللي هيعين الاستشاريين الدوليين المتخصصين في مشروعات الربط الكهربي في هذا الاتفاق، وايضا الجانب النرويجي ايضا هو اللي هيحدد ايضا مصادر استخدام الطاقه المتجدده المناسبه لانتاج ال 3 ميجا وات. ده طيب. معناه ان كل طرف في الاتفاق عارف كل ما هو له وما هو عليه، وده اعتقد ان هو نقله نوعيه زي ما قلت لحضرتك لمذكرات التفاهم الموجوده في مصر حاليا.
طيب عندي حته كمان، يعني باعتبار انه حضرتك المتخصص في هذا الموضوع، هقعد افكر هل انا في مصر عندي من القدرات الحاليه وعندي من البنيه التحتيه والجاهزيه اللي تخليني اقدر ازود استثماراتي في مجال الطاقه المتجدده والهيدروجين الاخضر، بحيث اني اوفي جانب كبير من احتياجات اوروبا؟ ما بين قوسين يعني، انا ممكن يبقى في ده بالنسبه لي البترول الجديد. لا انا ما سمعتش حضرتك. اعيد مره كمان. بس الشبكه عند حضرتك مش قد كده. اكيد. هل انا عندي من القدرات الحاليه زائد الامكانات المستقبليه ان انا اقدر ازود استثماراتي في الطاقه المتجدده والهيدروجين الاخضر والامونيا الخضراء، بحيث ان انا اوفي جانب كبير من احتياجات اوروبا؟ اي هل ممكن احلم بانه ده يبقى وكانه البترول الجديد موجود عندي؟ لا ده مش حلم، ده اصبح واقع. احنا عندنا دلوقتي خطوط ربط بتصل الى 15,000 ميجا وات. عندنا خطوط ربط مع السعوديه، عندنا خطوط ربط مع الاردن، عندنا خطوط ربط مع قبرص واليونان ومن ثم الى اوروبا، عندنا خطوط ربط مع السودان، عندنا خطوط ربط مع ليبيا. كل الخطوط ربط ديت احنا قوينا الشبكه الكهربائيه الموجوده عندنا في مصر خلال السبع سنين اللي فاتت، ووصلنا لخطوط ربط بتصل الى 15,000 ميجا وات. ده ما اصبحش حلم، ده اصبح واقع. الواقع ده احنا حاليا احنا بنحاول ان احنا نستفيد من هذا الواقع، بنحاول ان احنا نستفيد من الازمات الموجوده حاليا في الطاقه العالميه، وان احنا نكون على قدر هذه الازمات، ونكون محور اقليمي ومركز للطاقه ولنقل الطاقه لاوروبا، وايضا هنكون خلال الفتره اللي جايه محور اقليمي لتزويد الناقلات البحريه بالوقود من خلال الهيدروجين الاخضر في مصر ان شاء الله. عظيم، باذن الله. انا بشكرك جدا باشمهندس اشرف نصير، استشاري الطاقه الجديده والمتجدده، شكرا جدا على هذه الايضاحات وعلى ان احنا يعني ساعدتنا في ان احنا ننور الطريقه.